اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة السيد سيرغي كلاشينكوف رئيس هيئة رئاسة الرابطة الروسية للتعاون الدولي، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالسياسة والاقتصادية والصناعة والتنمية المبتكرة وريادة الأعمال، والسيد فلاديمير بوزولغوف الأمين العام للهيئة. ونوه سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع بالعلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما تمتاز به من تطور ونمو يعكس حرص البلدين الصديقين على المضي قدما بهذه العلاقات نحو آفاق أشمل بما يلبي المصالح المشتركة، معربا عن حرص مملكة البحرين على تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري مع روسيا الاتحادية وتوسيع مجالاته المتنوعة التي من شأنها أن تعود بالخير والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه عرب سعادة السيد سيرغي كلاشينكوف عن تقديره لمستوى الصداقة المتميزة بين البلدين الصديقين وتطلع روسيا الاتحادية إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي القائمة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات بما يعود بالخير والفائدة على شعبيهم الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي. كما تم التباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.